الروبيني ما لا ومن لا ومن لا ومن لا ومن ما تصرمك لو ومن هذه لين اللهم إنا هذا كرو ومن يكون نزري هذه لين اسم قلق المجن ومن أرض تدور غرس الريح عندناش كسدار سدار تيو على هاد التفاعل ومن نهت تيو تتهد آخر السليد ما يلحسنا الريح أنفس يا اسمو قلنا من لسه نبنا هات نهت هات من الزرب شي ربي هات وهادي كان دوار دوارتها من الزرب جمعتها سجلت شتوكا اي تباع هات يا صغيون من نسوا بان تعالين من اللي ما تسجني تاك انا اسمو قلنا خير هاد المالكي كاع اسمو قلنا مانا غير لسان ميدنا هات ما خليتش مزيان فار صور نيت مزيان وخيرنا باش حتى ميدنا السن يسقاو سالين والو ها مانا رزنين ماشي ديسكا رزن هاني بخوين حكمتها ماني بخوين هو الحق خير غير هذا ولي يظلم الغير هذا يخضر ولي يظلم المسكين ار المغربي اسم زون دمانات هاتيها لا لا غود غير هذا ما ساكن ما تجلس لنا ولي نغيلها جات سوزو دغوي هاتي المرض المرض هات هات المرض اللي سالم يدنا مساكن هات ونقينا هات صفاين هات هاني سالت نسينها علاش علاش هو ونسين علاش تحيدوا في النضال يا نساء يا رجال تحيدوا في النضال يا نساء يا رجال تحيدوا في النضال يا نساء يا رجال تحيدوا في النضال على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من هيئات المجتمع المدني والساكنة أمام مقر جامع التسك دلت إقليم الشقاء إتباع يوم 25/6/2019 على الساعة 10:30 احتجاجا على الإقصاء الممنهج لبحث 80 دوار من الاستفادة من النفط العمومية وتنديدا بالأوضاع المزرية التي تعيشها جامعة تسك دلت نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: أولا إدانتنا الشديدة لسياسة التهميش والإقصاء التي ينهجها المجلس الجامعي تجاه أغلب الطواوير. ثانيا استنكارنا الشديد لإقصاء 81 دوار من الاستفادة من النافورة العمومية في إطار برنامج فجير. ثالثا إدانتنا الشديدة لسياسة الأذان الصم وغلق كل أبواب الحوار التي ينهجها المجلس الجامعي لتسك دلت. رابعا مطالبتنا لمسؤولين على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من هيئات المجتمع المدني والساكنة أمام مقر جامعة تسك دلت إقليم الشقاء إتباع يوم 25/6/2019 على الساعة 10:30 احتجاجا على الإقصاء الممنهج لبحث 80 دوار من الاستفادة من النفط العمومية وتنديدا بالأوضاع المزرية التي تعيشها جامعة تسك دلت نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي: أولا إدانتنا الشديدة لسياسة التهميش والإقصاء التي ينهجها المجلس الجامعي تجاه أغلب الطواوير. ثانيا استنكارنا الشديد لإقصاء 81 دوار من الاستفادة من النافورة العمومية في إطار برنامج فجير. ثالثا إدانتنا الشديدة لسياسة الأذان الصم وغلق كل أبواب الحوار التي ينهجها المجلس الجامعي لتسك دلت. رابعا مطالبتنا لمسؤولين بإيجاد حل جذري لمشكل عبر ملحق اتفاقية. خامسا استهجاننا وتنديدنا بالتدخل الصافي لبعض الأعيان في تسيير المجلس الجامعي وتغيير مجرى الاتفاقية. سادسا إدانتنا واستهجاننا للتصريحات الغير مسؤولة لمستشار الجامعي بوصفه المحتجين بالكلاب. سابعا استنكارنا الشديد لإقصاء فعالية المجتمع المدني وعدم إشراكها في اتخاذ القرارات التي تهم الشأن المحلي. ثامنا تنديدنا بالتعتيم والتستر على جلسات دورات المجلس الجامعي. تاسعا مطالبتنا بافتحاس الجمعيتين المسيرتين للماء الشار في تسك دلت. وعاشرا تقديرنا للمجهود بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية لحل حالة المشكل.